بعد عامين من رحيل الفنان الكبير محمد حمزة عميد الدراما السعودية، ما زالت أعماله خالدة في تاريخ الفن السعودي والعربي. ولأن المثل يقول اللي خلف ما مات، نحن اليوم في ضيافة أسرة الفنان محمد حمزة رحمة الله عليه للحديث عن ذكرياته وعن جهوده في تقديم الدراما بشكل مختلف. سعيدين اليوم باستضافتكم لبرنامج استوديو اس بي سي. حابين نتكلم عن ذكريات الراحل محمد حمزة. كلمنا، بما انك عاصرت وشاركت في بعض اعماله، ايش الذكريات اللي ما زالت عالقه بذهنك؟ اولا يعني اشكر صراحه قناه اس بي سي واستوديو اس بي سي على استضافتي في هذا اللقاء. ثانياً بالنسبة للذكريات مع الوالد، يعني الله يرحمه ويغفر له، طبعاً بداية يمكن كانت في السبعينات تقريباً، يعني كان يأخذني معاه الإذاعة ديك الأيام، أخذ كتبي حقت الدراسة رابعة ابتدائي وثالثة ابتدائي، أجلس في استوديو ثاني، والوالد كان الله يرحمه يعني بيشارك طبعاً في استوديو آخر يعني في نفس مبنى الإذاعة. بعدين بدأت شوية الأمور، بدأ يشتغل في التلفزيون، كنت برضو أروح معاه نفس الشيء. كان يأخذ من البيت الأثاث أو بعض الأثاث طبعاً، يعني يوديه للتلفزيون هناك عشان خاطر إنه تظهر يعني في التمثيليات اللي هو كان بيشارك فيها. بعدين بعد كده أتجه برضو نفس الشيء، كنت أروح معاه للمحلات حقت الأثاث والإكسسوارات على أساس إنه هو يعني يأخذ منهم الأثاث هذا ويرجع مرة تانية بعد ما يصور في تلفزيون جدة الكلام هذا. بعدين بعد كده الله يرحمه وفله بدأ برضو يتجه، بداية بدأ هو في الإذاعة طبعاً الكتابة، كان في أتذكر الآن حالياً سباعيات كتبها اللي هي الخوف من الفراق وفلة الزمام وفوق الانتقام، هذه يعني من السباعيات اللي هي المشهورة وحتى أذيعت في إذاعات الخليج ديك الأيام. نقدر نقول الكلام هذا ما يقارب أكثر من حوالي يعني 45 سنة تقريبا يعني. طبعا قصتي أنا دخولي في التلفزيون بداية من سهرة وفاء الحب اللي يمكن يعني بعض المشاهدين يتذكروها من أغنية عمي يا جمال، كنت أقول هذه كلام في سهرة وفاء الحب. فيها مشرق ودليل. طبعا هو جاته فتره انه الله يرحمه ويغفر له طلب من شركات الانتاج العربيه انه هو يشارك في اعمال تاريخيه، يعني من ضمنها كان بعثه الشهداء مع الاستاذ الكبير محمود ياسين الله يرحمه ويغفر له، وبرضه نفس الشيء في الزير سالم، وبرضه مسلسل صلاح الدين الافغاني برضه مع الاستاذ محمود ياسين والاستاذ يوسف شعبان الله يرحمهم. يعني هل تعرف يا سيد جمال الدين؟ ماذا يا أمير؟ أجهدت نفسي حتى ألقاك. لكل شيء موعد وميقات يا أمير. ما إن علمت بخبر جمعية أم القرى حتى أنشأت لها فرعا قويا هنا في بلاد الأفغان. مشهد من مشاهد أصابع الزمن مع أخويا لؤي، كنت ذيك الأيام في ثالثة ثانوي طبعا شهادة يعني أيوه. فالمهم في دوري انه انا اضرب اخوي، ضربته على قفاه اول مره. المخرج قال والله لا يا جماعه ترى الظاهر في الاضاءه ما كانت مضبوطه، فارجعوا عيدوا المشهد مره ثانيه. ضربته مره ثانيه، لا قال في الصوت في صوت حاجه، لا يا ريت نعيد المشهد مره ثالثه. ضربته المره الثالثه لؤي طبعا انفجر، هذا ما هو تمثيل، هذا بيضربني كل شويه بالعين. ويعني كانت فرصة إنه الواحد أيوة يعني تعرف يعني السن يعني والواقعية واقعية. أنا مهمة نعم يعني بلا شك. أنا في دوامة يا لؤي، خايف من اللي بيصير. ما أبغاك يا أخويا تتأثر بي عشان لا تتعب. صرت خايف عليك وعلى أمي وعلى أخواتي، حتى أبويا صرت خايف عليه. خاف عليهم كلهم إلا أنا، لا تخاف علي. حابب تذكر شيء أخير قبل ما نروح للفنان لؤي حمزة؟ والله أرجو حقيقة صراحة إنه ترى الدراما السعودية إن شاء الله تتطور أحسن وأحسن، تظهر يعني مشاكل المجتمع بصفة عامة، تظهر ترى الفن السعودي ترى يعني للعالم العربي، وتثبت إنه ترى الفن السعودي ترى موجود في الساحة.
أخيرا طبعا أشكر قناة الاس بي سي وأشكر يعني برنامج استديو اس بي سي على هذه الاستضافة، وأرجو إن شاء الله أن أكون ترى خفيف الظل ترى على المشاهدين. شكرا لكم. سمعنا ذكريات الأستاذ وائل مع الوالد، الآن حابين نسمع ذكريات حضرتك معه. والله مواقف يعني عديدة كانت بيني وبين الوالد وبيني وبين أخي وشقيقي يعني وائل، بعضها كان في الأعمال الفنية اللي عملناها مع بعض، وبعضها كان يعني في الحياة الاجتماعية. طبعا في أحد الأعمال الفنية أعتقد عمل أقوى من الحب، كان الوالد بيأدي دور أنه مريض وحاطط إيده على قلبه وبيتوجع وبيتألم. أنا أعتقد اقتحمت اللوكيشن قبل المشهد ده يعني بدقائق معينة يعني، وطبعا ما قريت العمل ولا شفت المشهد ده فيه ولا حاجة، فافتكرت إنه الوالد بالفعل تعبان يعني عاش الدور بشكل واقعي وطبيعي، فاقتحمت أمام الكاميرات ودخلت إيش فيك يا والدي تعبان إيش فيك؟ ايوه خربت لهم المشهد، وكان يعني المشهد باقي له تكه وينتهي. ففجاه المخرج من الكنترول: يا ابني ايه اللي دخلك اللوكيشن؟ ايه اللي دخلك خربت لنا المشهد؟ قلت يا ابويا طب ابويا شايفه تعبان ومريض وحاطط ايده على قلبه، وانا المشهد لما قريت العمل هذا انا ما شفت انه المشهد، اتاري هم ضافوا المشهد ده قبلها بيوم او يومين وانا ما اعرف الاضافات. فبالتالي حتى الوالد اتضايق كده، ولكن أخذ الموقف كده بطيبة قلب وقاعد يعني يقول لي شوف الحمد لله يعني أديت طبعا معناته عجبك يعني المشهد، طالما أنك دخلت ونفعت وهذا طالما أنه عجبك فحيعجب يعني المشاهدين. فعاد طبعا إيش قالوا له: هيا خليك برا دهن لا تدخلش مرة، لا تدخل مرة ثانية. وبدأوا إيش يعني يعيدوا المشهد. كنت والله تقريبا يمكن حدود 18 كده ولا حاجه يعني، دوب يكون مغلق من التوجيه وداخل الجامعه. هذا موقف يعني مع الوالد. برضو كان لي مواقف يعني مع اخويا وائل في غير المجال الفني يعني. افتكر واحنا اطفال كده كنا بنلعب، كنا قاعدين في شقه وهذا وبنلعب مع بعض، تعرفي الكاميرات المويه دي كانت ايوه كانت ولكن حديد كانت، فكان بيحاول انه يرميها علي، انا واقف في جهه وهو واقف في جهه، فبيحاول انه يرميها علي وبالفعل فلتت من ايده وجات في دماغي طبعا نافوره دم. وائل اخذني مباشره على المطبخ ودخلني على الحوض وفك المويه والدمان، ماني شايف يعني انا قدامي الا شايف دمان يعني. والله الوالد شاف في شيء طبيعي يعني في البيت، هو الوالد رحمة الله عليه يعني قريب مننا جدا جدا، كان يعني ما تمر علينا مشكلة إلا يحب إنه يعرفها، ضروري إنه يعرفها مهما نحاول إنه نخبي المشاكل منه، ولكن أبدا. هو والدتي يعني رحم الله يطول في عمرها إن شاء الله كانوا دائما معانا قلبا وقالبا بأمان يعني، حتى كان يقول لي لو في أي مشكلة يعني بينك وبين أخوانك ولا أخواتك والله في الليل ما نام، يجيني تاني يوم يقول لي في الليل ما نمت لأنه يعني أبغاكم تكونوا متأخين يعني. حتى رحمة الله عليه قبل ما يموت كان دائما يقول للوالدة يقول لها أبغاهم تكونوا مترابطين مع بعض، يكونوا متأخين مع بعض. فالمهم نرجع للموقف اللي حكيتك عنه، طبعا يوميها وائل انطرد من البيت، وانا طبعا فرحت انه والله وائل انطرد من